طيب النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا في قصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وعقدوا مؤتمر صحفي ثنائي اتكلم فيه الرئيس والرئيس الضيف عن العلاقات الثنائية والروابط الكتير اللي بتربط مصر وجنوب أفريقيا من أكثر من ناحية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، وطبعا البعد الجغرافي والقارة الإفريقية اللي بتجمع البلدين الإفريقيتين الكبيرتين مصر وجنوب أفريقيا. وبالمناسبة أنا رأيي الحقيقة أن العلاقات مع جنوب أفريقيا علاقات مهمة جدا ومحورية جدا، ويجب من وجهة نظري المتواضعة أن تكون علاقات استراتيجية جدا. ليه؟ جنوب أفريقيا عملاق أفريقي، عملاق أفريقي، ولو عايزين تعرفوا يعني خشوا على جنوب أفريقيا كده وابحثوا وادرسوا هتلاقوا جنوب أفريقيا دي كنز من الثروات والموارد البشرية بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، واقتصاديا كويسة جدا، ثم تمتاز بعلاقات دولية ممتازة، علاقات سياسية دولية ممتازة مع كل أطراف الموازين القوى الكبرى في العالم يعني. فإقامة شراكة واستراتيجية كبيرة ما بين مصر وجنوب أفريقيا سيعود بالنفع على البلدين في رأيي الأقوى، مش الأكبر، الأكبر ممكن بقى نتكلم في السكان والمساعة، لكن البلدين الأقوى تأثيرا والأقوى استراتيجيا والأقوى ثقلا في المستوى الاقتصادي والسياسي هم مصر وجنوب أفريقيا قولا واحدا، قولا واحدا. فتعميق العلاقات وتطوير العلاقات، وهو ده اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بالعملاق الجنوب أفريقي، هيخلي مصر وجنوب أفريقيا أقوى، وهيخلي القارة الإفريقية كلها أقوى في مواجهة تحديات قارات العالم الأخرى. تعالوا نستمع إلى بعض ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجنوب أفريقي اليوم في المؤتمر الصحفي المشترك. لقد أجرينا اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتوافقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية، كما تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم. أما على صعيد الأوضاع الإقليمية فقد استمعت لرؤية فخامة الرئيس سيريل رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، وتوافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة، وتفعيل خطة إسكات البنادق في إفريقيا ودفع جهود التنمية والبنية التحتية، وهو ما يأتي في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي والتي ستعقبها رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا في العام القادم. وقد اتفقنا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية، وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول قارتنا، كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الإفريقية من خلال التفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ. كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجمهورية جنوب إفريقيا في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات، بما من شأنه تحقيق مصلحة قارتنا الإفريقية. وفي الختام أود أن أؤكد ما اتسم به اللقاء من تفاهم وصريح، سعدت خلاله بالاستماع لوجهة نظر أخي الرئيس رامافوزا في مختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية،
Our visit has offered us إن زيارتنا what I see as an opportunity قد وفرت to renew لنا فرصة the strong bonds لتجديد between our two countries. الصلة الوثيقة بين الدولتين. President al-Sisi and I have concluded فخامة الرئيس السيسي وأنا and fruitful talks قد قمنا that have covered a number بدخول of areas. في عدة These talks مباحثات بخصوص عدة مجالات and deepening our فيما يتعلق بتعميق علاقاتنا الثنائية. During these talks that وأثناء هذه المحادثات والمباحثات اتفقنا على أن نرتقي بعلاقتنا إلى مستوى استراتيجي خاص في عدة مجالات من التعاون تحديداً. وهذه النقاشات والمحادثات تمت بصورة صريحة وتتسم بالشفافية والالتزام من جانب الطرفين اللذين يسعيان إلى شراكة أصيلة وذكية. أود أن أخبر الرئيس السيسي بأن هذه الزيارة هي احتفال وتأكيد على تاريخ التضامن الذي يتشاركه Also indicated that the people of South Africa كما أننا أكدنا على أن الشعب جنوب أفريقيا دائما سيشعر بالامتنان للدعم اللامتناهي الذي نتلقاه من حكومة مصر وشعبها، وخاصة في أيام الكفاح. نذكر أن أول رئيس لدولتنا الديمقراطية الرئيس الراحل نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة، ونحن نعرف ونعلن أن هذا الأمر قد ساعدنا على تحقيق حريتنا. لقد ساعدنا المصريون كثيرا في الوصول إلى حريتنا. أثناء المحادثات قمنا بتغطية العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وأشرنا إلى زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية بين دولتينا، وذلك يتضمن الشراكات المتنامية بين الشركات المصرية وجنوب أفريقيا. ولكننا أيضا أشرنا إلى أننا لابد أن نتخذ من هذه الشراكة منصة للوصول إلى المزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين دولتينا، لأن المستوى الحالي هو متواضع ولكننا يمكننا التعظيم منه كثيرا بالنسبة للعديد من المنتجات. كما أننا أيضا لابد أن ننظر إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية كأداة مهمة تتيح لنا التبادل التجاري بصورة أكبر. كلام محترم من الرئيسين، ونتمنى ان شاء الله انه تطوير العلاقات المصريه جنوب افريقيه يبقى بايقاع سريع وبرتم يعني كله تصميم واراده سياسيه من البلدين، نظرا للنتائج الكبيره اللي انا قلت لحضراتكم عليها قبل التقرير اللي ممكن تعود على البلدين وعلى افريقيا كلها من هذه الشراكه الاستراتيجيه المصريه الجنوب افريقيه.